أيضا الآن من العاصمة الفرنسية باريس رئيس اللجان الإفريقية مصطفى براف. مصطفى براف، مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم، سلام إلى كل المشاهدين والمشاهدات، والسلام على مزياننا. أكيد، شكرا لك سي مصطفى براف. سي مصطفى براف، خلينا نتكلم الآن أنه ما حدث مع الملاكمة، وكنا تكلمنا مع خير الدين برباري وحتى مزيان، هو خليني نقول انه الجزائر كانت مستهدفه قبل ايمن خليف، على اعتبار انه انت رئيس اللجان الاولمبيه الافريقيه واللجنه الاولمبيه الدوليه انصفت ايمن خليف، الا هيئه ما يسمى بالاتحاد الدولي للملاكمه هو الذي صنع فوضى، خلينا نقول من لا شيء. يا اخي العزيز، هذه التصريحات الكاذبه من طرف هيئه اللي ما عندها حتى معنى ومقصية من طرف الحركة الأولمبية الدولية. أنا والله ما فهمت لماذا نظموا هذا الكونفيرونس دو بريس هذه، ويتكلموا على بنت في النص، لحقت للنصف النهائي بنت جزائرية فحلة دارت المستحيل وفضلت روحها في ظروف جد وصعبة، يتكلموا عليها ويحبوا يكسروا لها المورال تاعها. أنا أكيد على كل حال من هذه الجهات المعنية شيء اللي ما يتسماش، وراح يكون من طرف الجزائر رد الفعل. أنا أكيد بأن راح القضية راح تروح للعدالة، العدالة الدولية، ويخلصوا عليها الثمن الغالي. باش نقول لك بأن هما هذا الاتحادية كما راكم تسموها اتحادية دولية، ماهيش اتحادية دولية. نقول ما يسمى، لأن صحيح. اليوم مقصية من الحركة الأولمبية، لأن لاحظوا الحركة الأولمبية لاحظت عند المنظمة الدولية ولا نقدروا نسموها هكذا التصرفات غير قانونية وتصرفات مشبوهة، ونظن بأن احنا الجزائريين رانا فوق الشعب الجزائري، والجزائر والحركة الأولمبية والرياضية الجزائرية راهي فوق هذه التصرفات الكاذبة، وما يلحقنا حتى حاجه، وحنا نتمنوا حاجه برك ان شاء الله. البنت سي مصطفى براف، تفضل تفضل. المستهدف اليوم الجزائر اكثر من انها ايمن خليف، على اعتبار انه ايمن خليف سبق لها وان شاركت في ملتقيات دوليه تحت نقول رايه اللجنه الاولمبيه الدوليه. اليوم ما حدث من هذه الهيئة المشبوهة التي كما قال سي خير الدين برباري أنها تدار بأموال مشبوهة، كان ضربة، يحاولون ضرب الجزائر أكثر؟ يا أخي العزيز، أنا نظن بأن الأمر على كل حال الخاص بالرياضية الجزائرية وهذا الناس هذوما من المحال يقدروا يلحقوا بالدرجة ويهدوا الجزائر، الجزائر عظمى والجزائر كبيرة وعريضة وعندها أموالها وعندها صحيح. الدولة تاعها وعندها الشعب تاعها وعندها الجيش تاعها. هاد الناس هادوما رايحين، يعني قلت لك رايحين يخلصوا على التصرفات وهاد التصريحات الكاذبة اللي قاموا بها أمس في كونفيرونس دو بريس. على كل حال كونفيرونس دو بريس أنتم عارفين، بعض منكم كانوا شاهدين، ما عرفوش حتى واش يصرحوا، وما عندهم حتى شيء يثبت واش يقولوا. التصريحات كاذبه، الديفاماسيون، يتحاسبوا عليها امام العداله. القرار اتخذ باش يكون ان شاء الله باذن الله تكون شكوى في باريس، لان هذه الكونفرنس الفرنسيه داروها في باريس، والشكوى في سويسرا لانهما المقر تاعهم في سويسرا. خلينا نقول فيما يخص اللجنه الاولمبيه الدوليه، نقدر نقول لك باللي ما عندهم حتى حد باش يرجعوا في الميدان، واللجنه الاولمبيه الدوليه راهي قائمه بالاشغال وقائمه بالمباراه،
بكل صرامه وبكل شفافيه. ونزيد ناكد لك بان تقريب كاع الاتحاديات الوطنيه نتاع الملاكمه راهم ينضموا الصف الى هيئه جديده تاسست في ظروف شفافيه، في الشفافيه وفي الصرامه المطلوبه، وان شاء الله في بعض الايام يكونوا تصريحات من طرف رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه فيما يخص هذا الموضوع. سي مصطفى براف، على اعتبارك رئيس اللجان الاولمبيه الافريقيه، تؤكد انه ايمان خليف محميه من طرف اللجنه الاولمبيه الدوليه ولا خوف عليها من ما يدور هنا وهناك؟ لا، ما في حتى خوف. رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه رسالة أمس ويدعم فيها ويشجع فيها، والأمر درس، الأمر هذا درس اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام، العام اللي فات، والموقف كان عادي، كان شفاف بكل شفافية. الموقف نتاع رئيس اللجنة الأولمبية ما فيه رجوع ولا أي حد يقدر يعني يغيره. جميل سي مصطفى براف، كانت لك صورة جميلة مع الملاكمة الجزائرية، كنت متأثرا بعد نزال ربع النهائي بعد تأهلها إلى الدور النهائي نصف النهائي عفوا، وشفنا كلام جانبي مع الملاكمة إيمان خليف. ماذا دار بينكما؟ كانت متأثرة جراء ما حدث لها، صحيح؟ والله هذه بنتنا، احنا كل الجزائريات والجزائريين معاها، ورئيس سيد رئيس الجمهوريه معاها ويشجع فيها، احنا فخورين بها، وان شاء الله نتمنى حاجه واحده، نعطيهم الرد الفعل في الميدان، وتعطيهم الرد الفعل بالقوه نتاعها ان شاء الله باذن الله. شكرا لك مصطفى براف، قدمت معلومات مهمة أنه البطلة الجزائرية إيمان خليف ستكون محمية من طرف الاتحاد الدولي الأولمبي، الذي أكد أنه إيمان خليف